خلصت شغلك كله؟ برافو عليك. ايه في؟ ما بعرف، يمكن في شوي. هدول عم يحكوا بالشفرة؟ ماني عم بفهم شي. خلص ماشي، بشوفك. خير يا عدنان، شو هالسرها؟ حكيت مع مهند. كم مرة صرت حكي معه اليوم؟ كان في مشكلة بتخص الشغل، كان مطلوب منه يحلها، حلها ومشي الحال. على أساس هو مع بشرة؟ لا وقت يحلها؟ حالها مثل ما شايفه. نهال ما عاد تعرف تنزل؟ لميس بتحب تعتني فيها على الأخير، وبطبيعة الحال بيطولوا. لو نادينا الكوافير تبعي كان خلصها بسرعة. قلت لهم بس لما تطوعت لميس وقبلت نهال أنا ما ألحيت عليهم. تسلمي. قديش حلو هاليوم اللي عيشتنا يا. إن شاء الله ما تكون نهال اتضايقت مني لأني ما قدرت روح. احمدي ربك إنه عجبتها هديتك وإلا كانت زعلت. معقول حبيبتي تعمل هيك شيء؟ السيارة جاهزة عدنان؟ جاهزة والشوفير عم يستنى تحت. ليش مو بشير رح يوصلها؟ بشير رح يتأخر اليوم. يمكن يكون مزعوج لأنه ما في يروح الجيش. متضايق كتير. كتير كان حابب يروح، وغير أنه ما راح الجيش تحطمت أحلامه اللي كان حابب يحققها بعد ما يخلص الجيش للأسف. استعدوا، نجمة الحفلة اجت. قوموا، لا تطلعوا لا تطلعوا لا تطلعوا حتى تفوت لجوا. روح من وشي يا ولد. يلا لنشوف، اجت اللحظة المهمة. اسمعوا، وهلا رح نقدم لكم مع تصفيقكم الحار تحفة المدموزيل لميس وفخر عائلة زياكين العريقة. وين نهال؟ والآن نقدم لكم نهال زياكيل. معقول بتجنني. كيف طالع؟ عفوا، ممكن اتعرف مين هالخانم الحلوة؟ هاي حبيبة قلبي وروحي. وين مخبية الحلاوة كلها؟ طالعة بتاخدي العقل؟ عن جد انا طالعة حلوة؟ ماني عم لاقي الكلمة اللي عبر فيها. والله طالعة حلوة، طالعة مثل سندريلا اللي بنشوفها بالأفلام. لا تبالغ، مو لهالدرجة. لهالدرجة لهالدرجة. يسلموا إيديكي يا لميس خانم، عن جد أنت فظيعة. أنا ما عملت شي، جمالها طبيعي. هلأ هاي بنتي؟ نهال طالعة مثل القمر ما شاء الله، فيك تشوف حالك قد ما بدك. بس من اليوم ورايح بدنا إياكي دائما تكوني هيك. ما أقول خجلك يا حلو، بس حليت فاتت بالحيط. شو هالولد. حبيبتي نهال، يلا هلأ بنتأخر. بلا ما أتأخر، الأميرات بتودعوا مراسم، نحن جايين معك. يلا. أميرتي نهال بهالليلة بتستحق كل هالاحتفال. وهذا رأيي. انبسطي قد ما بتقدري. مظبوط، الليلة ليلتك، متعي كل لحظة. مهند؟
ايمتى اجيت؟ بوقتك على الضبط. نهال هي انت؟ اوعك تخربط لي شعري. ما في هيك شيء، شو صار لك؟ عمو مين هي؟ هي الخانم الصغيرة نهال، عفوا الكبيرة. لوين رايح؟ أنا اجيت حتى أكون الشيك رأس لوحدة بشعة وقبيحة، بس اللي شفته بنت بتاخد العقل. لتكون بدك تصير شريكي؟ إذا بتقبلي كن ممنونك، لأنه مو معقولة نبعتك على حفلة لحالك. خلي لي إياك. تفضل يا خالو. تفضل. مبروك عليكي. شكرا. بتجنني. خلص بعرف حالي. أفهمتينا بتواضعك يا خانم؟ طبعا بحق لي. شكرا كثير لك مدموزيل، عذبتك معي. عذاب شو؟ هذا واجبي. انبسطي حبيبتي، تصبحوا على خير. وانتي بخير. وانتي الله معك. انبسطي حبيبتي. شهيرة تعالي بسرعة طلعي. ما شاء الله بتاخد العقل. بدنا نروح بسيارتك؟ هالليلة نحن بخدمتك يا خانو. شكرا لك. خاطركن. الله معك. حفلة سعيدة. مهند مهند بنتي أمانتك. ها ما فيني اقول لك مثل عيوني، لانه عيوني انبهرت. انبسطوا قد ما فيكن. الله يحميكن. فاجأتني كتير. وأنا كمان، مو لأن بنتي، بس عن جد طالعة حلوة كتير. طالعة حلوة بس أنا شوي شوي بلشت غارها. وأنت كتير حلو يا نمر. الله يحميكن. أنتو كل شيء اللي بهالدنيا، برفع راسي فيكن. Mm-hmm.